فقرتنا دلوقتي عن اسمها كده التايتل بتاعها المرأة منبع الحب. المرأة منبع الحب، لا نقصد بالمرأة اللي هي المتزوجة والمعيلة وحاجات كتير جدا، طبعا هي معانا في الكلام، لكن أقصد المرأة كأنثى إن هي نبع للحب، وما في كلمات أغاني أو تعبير عن حب إلا والمرأة جزء منها. ويمكن جايبين لحضراتكم بعض الأشعار اللي اتقالت عن المرأة. يقول مثلا الشاعر الكبير فاروق جويدة: أنا إنسان أصافح المرأة من عقلها، ويأسرني حنانها قبل بريق عينيها، ويبهرني عطاؤها قبل ألوانها الصارخة. جميل البيت الشعر ده اللي بيتكلم عن المرأة الجميلة، مش بس بجمال الشكل لكن بالجمال الجوة، جمال القلب وجمال العقل أيضا طبعا. يعني نتكلم النهاردة عن المرأة كنبع للحنان، كأصل من أصول العطاء والمحبة في الحياة اللي احنا بنعيش فيها، ونسأل أسئلة كتيرة. لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفتي اللي بتشرفني، الأستاذة الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع واستشاري العلاقات الأسرية. أهلا بك يا دكتور. أهلا، صباح الخير يا إسحاق. كل سنة طيب. وحضرتك طيب، وجمهور مشاهدين قناة سي تي في حول العالم بأحسن صحة وسعادة وهنا يا رب، وكل بيت النهاردة إن شاء الله في عيد. حضرتك دايما بتنورينا ووجودك مبهج معانا. ربنا يخليك يا إسحاق، وأنا في الحقيقة سعادتي بتبقى كبيرة جدا في اليوم اللي باجي دايما في سي تي في. أشكرك دكتورة. المرأة منبع الحنان أو نبع الحب، يعني إزاي نقدر نفسرها أو إزاي تكون المرأة فعلا هي منبع للحب؟ في الحقيقة دي طبيعة ربنا خلقنا فيها، خلقها فينا، إن كل بنت تجري على باباها تبوسه وتحضنه، وتجري على جدودها، وتجري على حتى الأطفال الصغيرين اللي حواليها، وتلقي عليهم بالحنان والحب، وبتعبر عن الكلام ده وبتقوله. صحيح. لأن أحيانا الحب بيبقى موجود ولكن التعبير عنه بيبقى قليل. فالبنت والفتاة والشابة والأم والجدة والست في الشارع والمديرة في المكتب، وكل السيدات تلاقي فيهم رغبة متواصلة للعطاء والحب والحنان وإطفاء روح من الزهو والفرحة في كل مكان تتواجد فيه امرأة. يعني حضرتك عايزة تقولي لي ان البنت تتولد وهي مزروع جواها الحب للكل، حقيقي. فتطفي محبة للناس كلها، الكل اللي حواليها، لبابا وماما والقرايب والأطفال. حقيقي ده كلام مظبوط جدا جدا، ولكن هذا لا يقلل من الصبي أو الطفل أو الرجل. بالعكس، يعني الدنيا فيها أخذ وعطاء، فهي بتدي عطاء من الحب والحنان، وعلشان ممكن بتديله طاقة إيجابية بيقدر يمارس فيها أنشطته كلها. طب إذا كان المرأة هي نبع الحنان، وإذا كان المرأة مولودة بالحب، أنا آسف، يعني ليه دايما الرجالة يتهموا الستات بالنكدية؟ في الحقيقة دي مقولة مش في محلها أبدا. أصل الست إنسان رقيق جدا في أي حاجة بتأثر فيها. طبعا. الكلمة الحلوة تأثر فيها، التصرف اللي مش لطيف برضو بيأثر فيها. صحيح. إذن أبسط الحاجات بتأثر فيها سواء إيجابية أو سلبية. صحيح. هو بيتخيل إن الحاجات السلبية البسيطة ديت اللي بتزعلها إنها حاجات بسيطة. هي فعلا بسيطة، ولكن لازم يفهم إن لو هو عمل حاجات إيجابية بسيطة برضو هتأثر فيها بصورة إيجابية. صحيح. فيعني أنا في الحقيقة مقولة مش صحيحة ومش في محلها. هي ممكن تكون بتحصل لأن المرأة كائن رقيق زي ما حضرتك بتتكلمي، رقيق المشاعر، فأي كلمة ولو صغيرة ممكن تضايقها وممكن تزعلها وممكن تنزل
دموعها من عينيها بسبب مواقف ربما نبص لها احنا كرجاله يعني ايه مشكله يعني بسيطه. هو في الحقيقه مش كلمه بس يا اسحاق، ممكن نظره. شوف البساطه، نظره مش كويسه للمراه او للبنت او للفتاه او للطفله، لان حتى الاطفال عندهم سنسر، عندهم بيلقطوا حاجات غريبة جدا، ها ما اقدرش، او العلم لم يتوصل بعد ازاي الطفل بيحس بالحب والحنان ويجري ناحيته، وبال اجريسيفنس او يعني المشاعر السلبية وبيبعد عنها. صحيح. ها دي حاجات على طول بتطلقت ها من الطفل، فلو اتعاملنا بلطف وظرف مع الأطفال والبنات ها بتبص تلاقي بتكبر على هذا النهج، ها وتدي ها كل ما ادينا الأطفال بنت أو ولد حب وحنان، كل ما أخذنا منهم أيضا حب وحنان. تمام. دكتورة، تأثير الحب اللي بتقدمه المرأة لأسرتها والبيتها والعيالها على المجتمع ككل تأثيره إيه؟ خلينا نرد الأول على تأثيرها على نفسها، تأثيرها على أسرتها، وثم التأثير على المجتمع. تمام. لو سمحت. طبعا يا دكتور اتفضل. أولا السوي نفسيا هو اللي بيقدر إن هو يسعد الآخرين. في حالة السواء اللي البنت أو الوالدة أو الجدة أو أي امرأة في المجتمع تكون فيه، هو ده اللي هيخليها قادرة إنها تشتغل كويس، قادرة إنها تتعامل بصورة سوية مع غيرها. فلازم تبقى حالة السواء تبدأ مننا، تبدأ من الداخل، من الفكر والعقل والقلب. أي. معا. تمام. انعكاسات ده على الأسرة، هتلاقي العلاقات متوازنة، هتلاقي إن ما فيش صوت عالي في البيت، هتلاقي الحب وإنكار الذات، هتلاقي تشارك الأدوار داخل الأسرة، حد تعبان حد يحل محله، كل أفراد الأسرة ها بتساهم في إن البيت دوت يظهر بمظهر جيد جدا قدام الغير، وكمان أهل البيت يحسوا إن هو إحنا أسرة سعيدة، يا رب دمها علينا. دي حاجة جميلة جدا، ولازم كل أسرة تسعى لإسعاد أسرتها، كل أفراد الأسرة يساهموا في إسعاد الأسرة ديت، ونقعد مع بعض ونتكلم إزاي نحتفل بعيد الحب داخل الأسرة، وإحنا محتاجين جدا نسترجع هذا الإحساس وهذا الفكر، ونقرب من بعضنا أكتر علشان نطبب المشاعر المجروحة لدى البعض، نطبب آلام الناس، نطبب أوجاع أفراد الأسرة. نتنقل للنقطة الأخيرة اللي انت ابتديت بيها سؤالك، وهي تأثير على المجتمع. الكلام دوت على المجتمع. طب دكتور، ممكن لأن تأثير على المجتمع ده هيبقى فيه برضو أسئلة أنا عايز أسألها حضرتك. أتفضل. أخد بس مداخلة وارجع لحضرتك تاني. بيشرفني يكون معايا الأستاذ مجدي شاكر، وهو كبير الأثريين بوزارة الأثار. أهلا بيك أستاذ مجدي. اهلا بحضرتك، واحب نسر عيد يعني عيد حب سعيد على كل مصر وعلى كل العالم. اشكرك استاذ مجدي. وقول لي بقى يا استاذ مجدي، هل يعني اجدادنا القدماء المصريين كان عندهم حب بقى زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وفي علاقات وفي مشاعر وفي الكلام ده كله من 4 و5000 سنه ولا لا؟ هقول لحضرتك حاجه. افتكر حضرتك من 20 سنه مام الام يعني والدتك والدك، وافتكر جدك وجدتك. اعتقد المشاعر كانت زمان كانت اقوى، وكانت يعني بيسموه يعني غزى العفيف، لكن طبعا المشاعر دلوقتي بقت معظمها ماديه. حضرتك يكفي مصر كلها هي ارض الحب. حضرتك اسم مصر كانوا بيسموها كلمه بمعنى السوداء، وكان بيسموها طامري، طابر معنى ارض، ومري بمعنى المحبوبه. فتخيل بلدك من كام ألف سنة كان بيسموها بلد المحبوبة. الله. وتخيل حضرتك إن كان كل الأسماء فيها حب. حضرتك بتقول نفرتيتي ونفرتاري، وإحنا ما نعرفش يعني إيه دول.
نفرتاري هي جميلة الجميلات. تخيل حضرتك الجمال بتاعها ازاي؟ ونفرتيتي الجميلة أتت. ونفرت بمعنى المحبوبة. نفرت، وبعدين عندي كلمة نر أصلا بمعنى الحب. فما أقول نرتي يعني محبوبتي. فكل الكلمات، كل الأشعار، كل حضرتك حاجة يكفي إن حضرتك أول قصة حب اتولدت عندنا، وهي القصة المشهورة الأسطورة إيديس وأوزوريس، يا رمز للحب والوفاء والتضحية. صحيح. القصة المشهورة جدا بين نفرتاري ورمسيس الثاني ونفرتيتي وإخناتون. فلو قعدنا حضرتك أنا ممكن أقعد معاك للصبح. يعني أقول لحضرتك في أشعار كاملة، في برديات كاملة اسمها برديات الحب والغزل موجودة في المتحف. يعني كانوا بيكتبوا شعر بعض يا أستاذ مجدي يعني. يا فندم ده شعر مش شعر عادي، ده شعر اكثر من رائع. شعر لو حضرتك تسمعه، يعني كنت اتمنى ان اكون مع حضرتك وتسمع اشعارهم. ده اذا كانش كان بيقول لها يا حبيبتي يا اختي، انت كالنجمه الرقيقه، انت كزهره فديه السوسن. مين بيقول لحضرتك كده؟ يكفي ان احنا الملك الجميل رمسيس الثاني راح بنى معبد لمراته كاملا واداها لها هديه، يعني لها مقبره من اجمل المقابر في العالم، وهي مقبره الايه؟ نفرتاري اللي موجوده في الايه؟ في البر الغربي في الاقصر. فحضرتك ده كان بيقول لها يا فندم، بيقول لها انت الفريده المحبوبة التي لا نظير لها. انظر إليها كمثل النجم المتألق في السماء في العام الجديد. احنا دلوقتي عندنا شعر اسمه الشعر الحر. حضرتك الشعر الحر دي موجود من 4 أو من 5 آلاف سنة، احنا اللي ابتدعناه والله يا فندم. الشعر الحر اللي هو بدون وزن ولا قافية. صحيح. الله. فحضرتك هي بترد عليه بتقول له ايه؟ بتقول له سأرتدي أجمل أزيائي وسكون في انتظارك كالشجرة التي تتزين بأجمل أزهارها وتنضج ثمارها، لتستقبل طيور اللي هي الربيع، سأكون في انتظارك كبحيرة البردي تزين سطحها ظهور اللوتة. شايف حضرتك التعبيرات؟ مش يديله في السقف يبحر يا فندم. احنا كنا أرقى شعوب وما زلنا، لكن طيب. للأسف احنا بنقول حضرتك بأن 4 أو 5 سنين عندنا برديات كاملة في البحر البريطاني في النصر المصري اسمها برديات الغزل والحب. يكفي حضرتك يا فندم اشهر قصه الحب من اول جيزو ازريس نفرتاري، وعندي رمسيس الثاني فرتيتي، عند قصه الحب المشهوره جدا ايزادورا اللي موجوده في محافظه المنيا. احنا حضرتك كل الاديان وكل الحضارات بتاعت الحب. عندنا السيد المسيح بيقول يا فندم احبوا اعداءكم واحسنوا الى مبغضيكم. عندنا سيدنا محمد بيقول ايه؟ لا تؤمنوا حتى تحابوا. مفيش ايمان بدون حب. فكل الاديان قامت على الحب وكل الحضارات قامت على الحب. ليس المقصود بالحب ان الراجل يحب مرأة، لا يا فندم، هي حب الاوطان. وما يحدث في السناء دلوقتي يبان ان احنا بنحب الوطن. استاذ مجدي، الناس اللي دول كانوا بيحبوا وطنهم والله ما كان هيحصل كده. استاذ مجدي انا بشكرك. الحضاره واساس بناء الدين واساس بناء الاسره. الاسره بلا حب مش تنفع. برنامج حضرتك انت لو مش بتحبه، انت والضيفه اللي معاك والمخرجه والمعده والله ما يطلع جاي والناس مش بتحبه. فالحب هو اساس العلاقه، ليس مقصورا ان الراجل يحب مراته. وبالرغم من ذلك بنقول يجب ان الراجل يحب مراته. تخيل جدا بتحط بيقول لي بيقول لي مراته في العام الجديد في عيد الحب بيقول لها ايه؟ بيقول لها ايه؟ لكي تحافظ عليها، لا لم تحافظ عليها بالقسوه، اوعى تبقى قسوه على مراتك. الله. لا تؤثرها بالحنان، فالمعاملات الحسنه تفعل اكثر من القوه. استاذ مجدي، استاذ مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره الاثار، انا بشكر حضرتك جدا على الكلام القيم والامثله الجميله اللي حضرتك قلتها لنا. واول مره اعرف ان رمسيس الثاني ونفرتاري كان بينهم شعر كده وحب بالشكل ده وشعر وحاجات جميله. كلام حضرتك جميل، واتمنى نتقابل مره هنا في الاستوديو نتكلم في هذا الاطار. بشكرك جدا استاذ مجدي شاكر. دكتوره نرجع تاني. يعني اول تسمح لي اسحاق ان انا اشيد جدا بالاستاذ مجدي. أيوة. واشيد بحضارتنا الفرعونيه. أيوة. العظيمه. نحن يجب ان نقرا التاريخ قراءه جديده. يجب ان نتعلم من اجدادنا الفراعنه، ها، اللي هم الناس بيجوا من كل حته في العالم علشان يعرفوا تاريخنا. ها، من منا يرجع الى حضارتنا الفرعونيه الأصيلة أم الحضارات، ها، لكي يتعلم القيم والعادات الراقية من أكثر من 7000 سنة، ها، ومعايير الحب وأدواته وفنونه، ها، تنتشر في الساحة المصرية. صحيح. ها، إحنا لازم نسترجع كل الكلام ده. التاريخ هو أساسنا والحضارة الفرعونية هي أساسنا علشان نقدر، ها، زي ما بيقولوا نجدد دمنا، ها، ونجدد عاداتنا ونجدد تقاليدنا بأصولنا. صحيح. الله. يعني واضح ان احنا ابا عن جد بقى. بالزبط. ان احنا الحب والمشاعر ده احنا اللي صنعناها يعني. بالزبط.
مش واخدينها من الغرب ولا من حد. هي يعني فقط الاحتفالية، وهي احتفالية مصرية طبعا، الفالنتاين داي اللي هو عيد الحب في مصر، ده احتفالية مصرية. بس النهاردة لا، الحب العالمي النهاردة عملوا بمناسبة كان استشهاد فالنتاين، وفالنتاين ده كان كنا بنحكي قصة في بداية، كان موجود في روما وكان بيجوز، هو كان أسيس فكان بيجوز الناس غصب عن الامبراطور، لان الامبراطور كان مانع الشباب يتجوز، فهو الامبراطور موته، فهو بيحتفلوا باليوم ده. يعني كيف يستطيع اهل الشر ان يقاوموا اهل الخير؟ صحيح. والحب هو الخير، هو العطاء، هو الاحتواء، هو يعني تأثير المرأة. أوكي. المحبة اللي هي بتديها لأسرتها، والمحبة اللي هي مزروعة جواها وبتعرف نفسها من خلالها، تأثير ده على المجتمع ككل ايه؟ أبسط حاجة العلاقات بين رأس المال الاجتماعي المتمثل في العلاقات بين البشر، بتبقى علاقات سوية، أخذ وعطاء. صحيح. في أطر تنظيمية ممكن ما تبقاش مؤسسية ولكنها غير رسمية، بتوصل كل معاني الحب والاحترام والتقدير من طرف إلى الطرف الآخر، وهي في اتجاهين. يعني ما ينفعش أبدا إن الأم تفضل تدي مثلا أولادها أو تدي اللي حواليها، أو السيدة تقدر تدي اللي حواليها على طول على طول على طول وما يبقاش في مقابل. لا، لازم يظهر الكلام ده في صورة تقدير، في صورة احترام، في صورة رد الجميل، في صورة جبر الخواطر، في أشكال كتيرة جدا من الرد. ده على مستوى رأس المال الاجتماعي. شوف حضرتك حالة الاستقرار الاجتماعي، تعالى نتخيل إن الناس كلها بيعاملوا بعض حلو، لا هيبقى فيه خلافات أسرية طبعا، الأطفال هيطلعوا أسوياء، هيطلعوا عاملين في مؤسسة الدولة وعطائهم كبير، لحد هيهرب من الشغل ويروح يزوج ويروح حتة تانية. ليه؟ لأنه خلاص اتبنت فيه كل عناصر الخير، من احترام العمل لاحترام الآخر لتقديس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن، لكل الإيجابيات في الشخصية المصرية اللي هي لو تخيلنا أنها انتشرت على الساحة ساحة الاجتماعية في مصر كلها، هنلاقي استقرار اجتماعي، تقدم اقتصادي، تنمية سياسية فكرية، حب، وما فيش حاجة اسمها كره وشر. أنا بحب إن إحنا نحلم، والحلم لما نحلم بيه دايما هو حيوصلنا للواقع. إنما هنقول إحنا عندنا حاجات كتير مش كويس، نعم عندنا حاجات كتير مش كويس، ولكن أملنا في ربنا، وأملنا في بكرة، وأملنا في نفسنا وفي أولادنا، إن هم يخلوا نغير الواقع بكرة أحسن. طيب. ثقافة التغيير دي لازم تبقى في دمنا. طيب. ونغير ونكون عارفين نغير لإيه. طيب. علشان بكرة أكيد هيبقى أحسن بالحب. دكتورة هلا، هل الحب، وإحنا بنتكلم عن تأثير الحب ده على المجتمع، هل الحب اللي موجود جوه المرأة لابنها والخطيبها والجوزها والأبوها والأمها والبلد والكل ده، هل ده اللي بينعكس وبنشوفه بالمشاركة السياسية للمرأة في طابور الانتخابات، وتلاقيها سباقة وتلاقيها موجودة على طول؟ هل ده يعني الدور اللي إحنا بنشوفه ده انعكاس الحب المزروع جواها؟ ده أكيد. بالإضافة لأن المرأة عندها أنتنة، رادار، عندها رادار. رادار ما أقدرش أقول في عقلها ولا في قلبها ولا في المزيج دوت. المرأة عندها سنسر، تستشعر الخطر وتقف لمواجهته. واستشعرت المرأة الخطر في 30 يونيو، وأول
واحدة نزلت هي امرأة ها وحشدت أسرتها وجيرانها وأصحابها وكل دوائرها للنزول ها لمحاربة هذا الطغيان الفكري المدمر للدولة المصرية. لذا كانت وستظل دائما الحائط المنيع أمام كل محاولات النيل من فكر وقلب وعقل الدولة المصرية. ولما بقول الدولة المصرية أعني المؤسسة مؤسسات الدولة والشعب، هم دول الدولة. يعني نقدر نقول أن هذا المخلوق الرقيق اللي هو المرأة إذا تحركت ضمير الأمة. الله الله، القوى الناعمة التي تحركها المرأة ها في الساحة المصرية ملحوظة ها ومدركة، وقدرتنا على ان احنا نلاحظها كبيرة قوي ها، وانجازها مقدر وفوق الراس. صحيح، في الحقيقة هما الرجاله اوقات بيزعلوا لما انا بقعد اقول عن المراه كلام حلو كده، بس مش مشكله بقى نصالحهم بعدين. لا على فكره انا اعتبر هذا نوع من انواع التحفيز. صحيح، يعني ما انا بحب قوي اعتمد على الكفاءات نو ماتر اذا كانت ست او راجل. طبعا ها، لان انا ما بحبش اميز الستات على الرجاله. طبعا ولا حتى داخل الاسره ها، لما اقول لا اعلي كفه المراه عن الرجل، لا انا ما بحبش الكلام ده، ولا اميز الولد الابن عن البنت، برضو ما بحبش الكلام دوت. ولكن كلنا سواسيه، وهذا مبدا الدستوري المواطنه، احنا كلنا سواسيه، ولكن ما بيعلاش الا اللي هو بيشتغل على نفسه. تمام، على مهاراته، على أفكاره، على تعليمه ها، علشان يوصل إلى مرتبة أفضل. إذن كلنا سواسية، وما بيطلعش ويقود إلا من هو متميز. صحيح. وفي الوقت ده إحنا كلنا بنسنده، لو كان بنت أو ولد، لو وهي كان دي راجل الإنسانية أو والديمقراطية وكل حاجة. بالظبط. رسالة حضرتك توجهها أخيرة، وإحنا في عيد الحب، توجهها لكل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل العالم. أنا في الحقيقة أقول لهم كل سنة وإحنا كلنا طيبين، وردة مني لكل سيدة مصرية في مصر وفي كل أنحاء العالم، وردة مني لكل ابن وأب وزوج ورجل مصري في كل أنحاء العالم. أنا بحبكم جدا، وأنا مؤمنة بيكم جدا، وأعرفوا إن أنتم متميزين جدا على مستوى العالم، ولازم تكونوا فخورين بمصريتكم، ومارسوا ها ال 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 العظمة دي، واظهروا للعالم كيف أن المصري والمصرية عظيمة ها في كل أنحاء العالم. حسوا بالسعادة، عيشوها، لأن أنتم تستحقوها. أشكرك جدا أستاذة دكتورة هالة يسر، أستاذ علم الاجتماع واستشاري العلاقات الأسرية. ألف شكر لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب يا إسحاق، وكل مشاهدينا والمتابعين للسي تي في دايما بخير وسعادة يا رب. أمين. أشكرك جدا مشاهدينا. بقى معانا كده فقرة أخيرة مدتها حوالي 10 دقايق، نتجول في صحف وأخبار النهاردة، نعرف أهم الأحداث وأهم الأخبار بعد الفاصل.